ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة أقور الأدبية التي تقيمها مديرية الثقافة، تم تنظيم فعالية فنية وأدبية احتفاء بالمناسبة التي أقيمت في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة. حاولنا أن يكون هناك بصمة لمديرية الثقافة في الحسكة ويكون لها مسابقة، وهذه أول مسابقة تطلق في على مستوى مديرية الثقافة في حسكة على مدار السنوات الماضية، والهدف منها خلق جيل جديد من الأدباء والمبدعين من خارج اتحاد كتاب العرب. المسابقة التي أطلقت بنسختها الثانية دورة الأديب الراحل جان أليكسان للقصة، فاز فيها في المركز الأول الكاتب إبراهيم الأحمد عن قصة مفتاح الصول، والمركز الثاني مناصفة للكاتب يسار الحبيب عن قصة سقف منخفض جدا، والكاتب صفوان إبراهيم عن قصة أخبار زهرة الإخوان، فيما نال المركز الثالث الكاتبة فايزة القادري عن قصة الأستاذ أوف. القصة اللي شاركت فيها اسمها مفتاح الصول، قصة موسيقي، قصة شاب مثل كل هالشباب العرب اللي دخلوا بمعترك الأحداث والأزمة والحروب، وخلص بنتيجة أنه عقم هذه الحرب وأنه صار وقت تنتهي هذه الحرب، فاعتزل الحرب بشكل كامل. النسخة الثانية من مسابقة آقور بدورة الراحل جان أليكسان كانت رائدة في كونها طرحت مجال القصة، وهو دور جديد يختلف عن المسابقة أو الدورة السابقة، وهذا الجانب طبعا مما يؤكد الفعالية للكلمة ودورها في تغيير المجتمع وبنائه نحو الأفضل. نحن اليوم كثير سعيدين أنه نحن أولا ننعش الذاكرة الثقافية بإعادة إحياء سيرة الأدباء الذين قدموا وأبدعوا في هذه المحافظة. المسابقة تحتفل في كل عام بشخصية رائدة في مختلف مجالات الأدب. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.